السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، لاباس عليكم؟ بخير، أحوال طيبة، صحة جيدة. نتمنى لكم كل خير والصحة والعافية إن شاء الله. اليوم فيديو جديد في وصفة جديدة اللي هي رائعة جدا، وزعم الحمد لله نتيجة تبان في أسرع وقت، والله يجزي بالخير السيدة اللي قالت عليا الله يرحم ليها الوالدين على هذه الوصفه. هي علاج لفقر الدم بواحد الشكل كبير، زعما عن تجربه الناس اللي جربوها. غادي نقول لكم ان شاء الله على المكونات اللي فيها، اللي هي مبسط وسهلين، وكذلك طريقه ديال الاستعمال ان شاء الله. خليكم معايا في الفيديو، كنتمنى يا ربي ما تمشوش. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير اللي عندنا او المكونات اللي عندنا، اول حاجه عندنا واحد العنصر اللي الناس كاملين تقريبا تعرفوه، اللي هو الفوة. الفوة كاينين عندنا جوج ديال الانواع، كيف ما كتشوفوا اللون ديالها احمر او لا، يعني بحال الكرونه، لون داكن. هذا اللون هو السبب في الزياده ديال نسبه الكريات الحمراء في الدم في الجسم، يعني اللي كتعالج لنا فقر الدم وكتقضي على السفوريه اللي كتكون تباينه في الجسم في لابو ديال الانسان. وانا كيف ما لاحظتوا انني تقريبا كاع الوصفات تنحاول انني ندرج فيهم شي حاجه اللي ضد فقر الدم، لان عندي وليداتي كيعانيو من هذا المشكل، ولكن الحمد لله بهذه الوصفات الطبيعيه بدا التجاوز ديال هذا المشكل، وباستعمال حتى الدواء ديال الطبيب الحمد لله بدات كتبان النتيجه. وخا فوكي كيمشي بعض المرات اللون من ولدي، ولكن بهذه الوصفه الطبيعيه بحال تنعاود نريكيبيري ولا كنعاود نرجع ليكيليبر ديال اولا لوطو ديال لي غلوبول روج في لو كور. دونك هنايا قلنا عندنا الفوه فيها جوج ديال الانواع، فيها هكا الفوه اللي عواد هكا، وفيها الفوه اللي خضراء، يعني خضراء ناضجه ماشي يابسه بحال هكا، ماشي عواد. لاحظتوا هادي راه عواد، يعني هو كتعادي كتمشيو عند العطار كتقول لي عافاك عطيني الفوه، كتاخذوا غير واحد الكميه قليله اللي تستعملوها، ومن بعد تسالي لكم وجيبوا كميه اخرى. دونك عندنا هنايا الفوه عواد يابسه، عندنا جوج ديال الكيسان فارغين. المهم انا لان الوصفه تنديرها في الليل، تنخليها مرقده داك الفوه، والصباح تشربوها ليا ولولدي بجوجنا كنشربوها. هنا عندنا الزعتر، الزعتر عادي انا كنديرو في قرعه ديال الدجاج، راه هنا كانت عامره تبارك الله، كانت عندي ماما وصوبات عليا. دونك هنا الزعتر خضر عادي، شديتو درتو في البالكون حتى تشوف مزيان، يعني بس واحد 3 ولا 4 شهور، ومن بعد فرتتو هكا ضربتو بحال هكا ودرتو في هاد القرعه ديال الدجاج، ودابا راه كمل. دابا بقيت الشتا تبارك الله جايه، دائما خذوا الزعتر الخضر ملي كيكون هاد الوقيته، وخليوه في البالكون ولا في السطح منشور في الحبل واحد 3 ايام ولا 4، المهم حتى تحسوا به يكرم. وكتبغوا كتستعملوه في اي حاجه، ديروه في الحليب، ديروه مثلا في الحسوه، ديروه يعني طيبوا بهذا. كاين اللي كيدير الزعتر كيدير اتاي بالزعتر، يعوض اتاي بالنعناع، يجي تاهو زوين. هنا عندنا الماء الكميه اللي غادي نحتاجو. دونك بالنسبه للطريقه ان شاء الله سهله 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 جدا، ما كتحتاج شي حاجه. غادي تخليوني نغسل بعدا الحويطات اللي غادي نستعمل ديال الفوه، ونرجع معكم. خليكم معايا ما تمشيو في جديد. بالنسبه للعويدات ديال الفوه اللي غادي نستعمل، غنغسل فقط العويدات اللي غادي انا نستعملو في ديك الليله، ما غنديرش كلشي. دونك انا بما ان ولدي يعني باقي صغير كي جو بريفير يعني هاد الشيء ديال الحكه العشوب والزعتر وهاد الشيء، من الاحسن الانسان اللي كان غيستعملهم ما يديرش واحد الكميه كبيره بزاف، باش ما يكونوش هنا. وانا متاكده يعني مليون في المية هاد الوصفه مجربه وعن تجربه وعن ثقه من هاد السيده اللي قالت عليا، وكان عندها هي فقر الدم حاد، يعني لانيمي غاف غاف غاف، الحمد لله تجاوزتها بفضل هاد الوصفه الزوينه بزاف. دونك انا غادي ندير ليا جوج ديال العويدات كيف ما كتشوفوا معايا، نتمنى يا ربي يكون كيبان ليكم. هنايا جوج، والكويز ديال ولدي غادي نفيه، عندي ندير فيه فقط عويد واحد كيف ما كتشوفوا. غادي نديرو ليهم بهاد الشكل، غادي نضيفو عليهم ناخدو واحد شويه ديال الزعتر، انا كيف ما قلت لكم ولدي غندير ليه شويه فقط، يعني غير هاد المعلقه تاع الدجاج. دونك غادي ندير غير واحد شويه، شتو درت ليه غير شويه هو، انا ماشي مشكل، انا اصلا من الناس اللي عزيز عليهم الزعتر بزاف، بس
صافي غنديرو بحال هكا، وغادي نزيدو عليهم الماء. بالنسبه للماء ماء عادي من الروبيني، ما كنحتاجوش نهائيا لا ما سخون لا ما دافي لا حتى شي حاجه. من الاحسن ما ديروش الماء سخون او الماء الدافي. علاش؟ لان كاينين حنا في الحقيقه ما تنعرفوش يعني هاد الاعشاب مزيان غير عن وصفات مجربه، وكيكونوا شي حوايج اللي كنطيبو من ديما علاش ما كنخافوش منه. بحال مثلا كاينين شي اعشاب او لا مثلا بعض المكونات ولا بعض المواد اللي كيتعايشوا كيتكاثروا في الماء السخون والماء الدافي. علاش؟ باغ اكزومبل مثلا الفوه، فرضا انها كتعيش في يعني فيها شي حاجه اللي الا ضافت مع الماء الساخن او الماء الدافي كتقدر تخلق شي بكتيريا او لا دير لينا شي جراثيم او لا دير لنا شي حاجه اللي ممكن عوض نعالجوا بها نقدروا ناثروا بها على الصحه ديالنا. سكيف من الاحسن فضلت انني ندير بحال اللي قالت لي السيده تماما، ناخذ الماء ديال الروبيني، ماء عالي جدا. ها نتوما ماء حليت الروبيني ديالي وعمرت كويت ديال الماء وصافي. وغادي نزيدو الوصفه ديالي، انا غادي نعمرو الكاس. دابا كاس كبير كيف هذا ليا جوج ديال الكيسان. دونك هاد الكويسات ديال الماء من ما غادي نزيدو عليهم، ما غنضيفو عليهم. نقرب شويه باش يبان لكم. دونك كويسات ديال الماء ضفت ليهم، درت اول حاجه درت الفوه، عويده ديال الفوه، زدت عليهم شويه ديال الزعتر، وخويت عليهم الماء من الروبيني عادي صافي. وكنخليهم وكنغطيهم حتى الصباح ان شاء الله. اول ما كنفيقوا كنشربوا هذه الوصفه على الريق. على الريق يعني انسان ما يكون واكل ما يكون شارب قبل منها. هي اول وصفه كيستقبلها الجسم في الصباح ديالو، يعني ما كيكون واكل حتى شي حاجه باش يكون يعني ارتفاع رفع ديال نسبه الكريات الحمراء قبل ما ناخذ شي ماده مثلا اللي كطلعها او لا ناخذ الدواء. يعني ما يكونش واحد الامتزاج او لا واحد زعما واحد لو بارطاج ديال لو طو ديال الكريات الحمراء مع شي ماده اخرى. دونك هنايا غادي ناخذوهم وغادي نصفيهم. نوريكم الصفايه اللي استعملت، يعني صفايه عاديه جدا ماشي واحد دقيقه. وغنجبد الصفايه باش نوريها لكم ان شاء الله. كيفما كتشوفوا معايا بالنسبه للصفايه اللي غنستعمل، صفايه عاديه جدا، صفايه ديال القهوه ديك الصغيره اللي عندنا. كيفاش غادي نديروا ليها؟ غناخذوا دوك الكويسات ديال الماء اللي عندنا ديجا درنا فيهم الفوه والزعتر، وغادي نصفيو فيهم داك الخليط ان شاء الله، ونغطيوه كيف ما قلت لكم مسبقا اننا نكونوا مغطيين عفوا. وعاد غادي نصفيوه وغادي نشربوه ان شاء الله. خليكم معايا باش تشوفوا. هو دابا ما غاديش يبان اللون في الصباح اللي كيكون اللون ديالو يعني لون احمر داكن فاقع بزاف بحال لون الكرونه تقريبا. هذا اللون هو السبب انه كيطلع لينا نسبه ديال الحديد في الجسم ونسبه الكريات الحمراء. وكنغطيوهم هكا حتى الصباح ان شاء الله، ومن بعد نشربوهم. نتمنى تابونوا عندي في القناه وديروا بارطاج الفيديو. السلام عليكم ام العبدين.